أكثر من 50 مليون تغريدة جديدة كل يوم تضاف إلى موقع تويتر الذي بات المرآة الافتراضية لرواد الموقع، إن كان من عرض أحاسيسهم أو أحداثهم أو حتى ذكرياتهم. أحد المواقع العربية استحضر أهم 10 تغريدات استطاعت التأثير إيجاباً في تاريخ هذا الموقع وتاريخ بلدان عدة. أيضاً تأثرت مسيرة الحياة السياسية فيها بتويتر كواحد من بضعة مواقع تواصل اجتماعية. المؤسس الشريك لتويتر جاك دورسي يرسل التغريدة الأولى في الموقع Just Setting Up My Twitter، وهي عبارة عن رسالة آلية ترسل بعد إنشاء أي حساب على تويتر. كلمة واحدة فقط أرسلها الصحفي جيمس باك وهي أرستد، عندما قبض عليه في مصر أثناء وجوده في أحد التظاهرات المناهضة للحكومة المصرية عام 2010. وبعدما أحدثت هذه التغريدة ضجة غير متوقعة، أطلقت السلطات المصرية سراحه ليغرد مرة أخرى ويكتب فري. بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الأمريكية في أثناء هبوطها وسقوطها في نهر هدسون في نيويورك، قام كثير من الركاب وشهود الواقعة بتصويرها وعرضها على تويتر قبل وصول وسائل الإعلام التقليدية بوقت طويل، ما أثبت أن لتويتر قوة غير عادية في نقل أي حدث مباشر. رائدة البرامج الحوارية أوبرا وينفري أول تغريدة لها في موقع تويتر رحبت فيها برواد المواقع وقالت إنها تشعر فعلا بأنها في القرن 21. رائد الفضاء مايك ماسيمينو يدخل التاريخ مع أول تغريدة يرسلها من الفضاء. ربطا بهذه الصورة، لا توجد تغريدة محددة، لكنه الاسم غير الرسمي للتظاهرات التي نفذها الآلاف من الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع تنديدا بتزوير الانتخابات الرئاسية واضعين هذا الهاشتاج، ما جعل الحكومة الإيرانية تحجب موقع تويتر. استشاري تكنولوجيا المعلومات صهيب أطهر من باكستان ظل يغرد عن أحداث غير عادية تحدث بجانب منزله كأصوات إطلاق نار وطائرات مروحية، ليكتشف العالم بعد ذلك أن ما يغطيه صهيب هو عملية قتل أسامة بن لادن، فوصفته الصحف العالمية بالرجل الذي نقل عملية قتل بن لادن من دون أن يعلم. الكلمة المختصرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة ثانية مرفقا بها صورته وهو يعانق زوجته حصلت على ما يقارب 800,000 ريتويت، وأصبحت أكثر الصور مشاركة في تويتر على الإطلاق. عاجل انفجاران في البيت الأبيض وباراك أوباما أصيب، هي التغريدة التي أرسلها هاكرز من مجموعة أطلقت على نفسها الجيش السوري الإلكتروني بعدما استولت على حساب وكالة أنباء أسوشيتد بريس ونشرت هذه الرسالة الوهمية. وأثبتت هذه الرسالة البسيطة أن اختراق تويتر ونشر الأخبار الكاذبة أكثر فعالية من اختراق المواقع الإلكترونية. إن قطع التيار الكهربائي لا مشكلة، يمكنك أكل أوريو في الظلام. تغريدة ذكية من شركة أوريو عندما انقطع التيار الكهربائي أثناء مباراة كرة القدم النهائية السوبر بول، وقد حققت هذه التغريدة نجاحا فوريا وأصبحت درسا لكل خبراء التسويق في العالم. لربما التغريدات العشر هذه وتأثيرها كفيلة بإيضاح سبب حجب تويتر في بعض البلدان وآخرها تركيا، هذه الدول التي لا تتجرأ أن ترى أخطاءها تنعكس في تغريدات مناهضيها.